مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ ماجد الصبيه المستشار في الشؤون الأمنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. أهلا بك أستاذ ماجد، مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ ماجد، لعلك في البداية تحدثنا أكثر عن هذه المحاولات التي أعلنتم اليوم عن إحباطها في مطار الملك خالد وكذلك ميناء ضيبة وجسر الملك فهد. نعم، تمكنت ولله الحمد أبطالنا في ميناء ضيبة ومطار الملك خالد الدولي وجسر الملك فهد من إحباط 4 محاولات لتهريب 1,121,722 حبة كتاغون، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر هذه المنافذ. كانت محاولة التهريب الأولى في جمرك مطار الملك خالد الدولي، حيث عثر على 112,810 حبة من حبوب كتاغون كانت مخبأة بطريقة فنية في إرسالية عبارة عن عجانات منزلية وردت للمملكة عبر المطار، حيث جرى إخفاء المضبوطات أسفل الوعاء الذي يوضع العجين بداخله. كما تمكن الجمرك أيضا من إحباط محاولة تهريب أخرى لكمية 80,000 حبة كتاغون بعد العثور عليها مخبأة في طرد بريد يحتوي على فلاتر لتنقية المياه. وأيضا في جمرك ميناء ضيبة تمكن أبطالنا من إحباط محاولة لتهريب 917,636 حبة من حبوب الكتاغون، فيما تمكن أيضا جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولة أخرى لتهريب 11,276 حبة كانت مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة، بحيث جرى إخفاء هذه المضبوطات بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من المركبة. إذن إرساليات مختلفة يتم إخفاؤها، يتم إخفاء هذه الممنوعات بداخلها، يعني مثل ما ذكرت المركبات الخاصة وأيضا عبر الطرود البريدية. كيف تواجه المنافذ الجمركية هذه المحاولات والطرق الغريبة التي يستخدمها أصحاب التهريب؟ صحيح أخي العزيز، المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية على جاهزية تامة واستعداد دائم بإذن الله لردع مثل هذه المحاولات مهما تعددت طرق ووسائل التهريب. فالهيئة تدرك تماما أن بلادنا مستهدفة في مقدراتها، وبفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به الهيئة من لدى حكومتنا الرشيدة أيدها الله في جميع المنافذ الجمركية، فإنها مهيئة بالتقنيات الأمنية التي تساعد في كشف محاولات التهريب بكافة أشكالها، إلى جوانب الكوادر البشرية التي تتمتع بإذن الله بقدرات كبيرة وخبرات واسعة في هذا المجال. كما تسعى الهيئة دائما إلى توحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة للحد من عمليات التهريب. ولا يفوتني أخي العزيز إذا سمحت لي أن أهيب الجميع إلى الإسهام من خلال منبركم في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910 أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص من قبل الهيئة 1910@zatka.gov.sa، حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات بسرية تامة مع عنف مكافآت مالية في صحة المعلومات المقدمة من المبلغ.